إذن عملية توزيع أكياس والقفات يعني البحارة وكذلك يعني الطرينيات كذلك مراكش الشيطان تبعد الإخوان تبعد الإخوان عملية توزيع تقوم بها جمعية إذا انطلاق عملية توزيع القفات على البحارة سمو الدين رئيس جمعية لاين بي المندوبية ديال الصيد مجموعة ديال الأطر أخرى ومجموعة ديال البحارة والعملية ديال التوزيع هي غادا بسلاسة يعني ما كاينش اختيار ديال يعني كنحاولوا نوزعوا 40 سلة و40 قفة وعلى المراكز الصيد التقليدي وعلى البواخر اللي كتصيد السمك الأزرق واللي كتصيد السمك الأبيض وعلى القفات هذا هو كله عملية مساهمة من أجل أن نحافظوا على البيئة البحرية أن البحار يوصل لمستوى أنه ما يسيبش الأزبال والبلاستيك والمواد السامة والمواد الزيتية والمواد البترولية البحر لانه كيقتل الثروه السمكيه وخصنا نحاولوا انها طاهره انها تقل وهذه كانت مساهمه من الجمعيه من اجل ان نثيروا هذا الموضوع وان وهذا الشيء يولي ثقافه عامه داخل الميناء ديال مدينه العرائش ولما لا داخل المغرب. نعم والجمعيه اللي شرفت يعني او يعني الا بغيت تقول التعاونيه او اللي شرفت على هاد الصنعه هادو صنعة السلات كاينه اللي جبناهم من تاونات من مدينه تاونات وكاينه السلات وجدوا هنا في المدينه ديال العريش. عادي لانه رغم ان كاين جائحه وكاين حظر ديال التجول هنا في المدينه ولكن البشويه ديال العريش كانت سلسه معنا وقالت لنا ودي بما ان البرنامج عندكم مفطر حاولوا حافظوا على التباعد الاجتماعي وان تكون مسافه امان ما بين المشاركين وتكملوا الفضيله ديالكم وتكملوا البرنامج. يعني ما كانش واحد الاعتراض دي نور الدين رئيس جمعية البحر العرائشي للبيئة والتنمية. حنا كنتواجدوا هنا اليوم مع جمعية النضال الاخضر. هذه المبادرة اللي قامت بها هي مبادرة جيدة ومهمة باش الناس يحسوا بهذا الضرر اللي كاين في هذه الميكا اللي كتسي في البحر وهي ميكا جد خطيرة وكتعيش واحد السنين كثيرة وما كتفرتتي في البحر. إذا هذه العملية مهمة ومهمة جدا وباش المراكب يبقاو يديو معاهم الشلال باش يعملوا فيهم النفايات وملي يدخلوا من البحر داك الشيء يطلع ويتسيف البرامل ديال الزبل اللي كاينه في الموانئ. وكنطلبوا من الناس المسؤولة على الصحة باش توفر لنا يكونوا البرامل ديال النفايات موجودين في الميناء باش يدخلوا المراكب يجبروا البرامل. إذا لما جبرش البرامل يقدر يسيب داك الشيء في البحر ويولي ما عملنا والو. نعم اذا في التراث البحري المغاربه دائما كان عندهم قفه ودابا تغيرت يعني انماط ديال الاستعمال ديال القفات يعني ولاو كيستعملوا القفات البلاستيكيه. يعني شنو ممكن تقول على هذا الاستعمال او الحفاظ على التراث هذا البحري يعني باستعمال البحاره لانه صديق للبيئه؟ وهي قضيه زعما فيا في الحقيقه هذا الشيء هذا ما بقاش. هذا الشيء كان في القديم كان القفات ديال العزف وبنادم كيخرج القفه معاه ويجيبها للدار ديالو كان كيخرج الجميله ديالو كياكل ما كانش هاد الظاهره ديال هاد المناضه الميكا والدانون والدرايبي. دابا اليوم ولا هادشي هذا البحري كيخرج ميكا فيها كلشي تقريبا بلاستيك بحال دانون بحال المناضه بحال الميكات وديك الشيء ملي كياكلو كيسيبوه في البحر وملي كيتسيب في البحر ديك الشيء راه هاد الشيء. بالاضافه الى ذلك استعمال هاد القفات هو تثمين المنتوجات يعني البيئيه ديال المغرب الطبيعيه المغربية خاصة أنه كاين بعض الناس اللي كيعيشوا يعني كيتمنوا هاد إما تعاونيات أو جمعيات كيعيشوا على هاد الإنتاج ديال هاد وهي في الحقيقة هذه مبادرة مزيانة هاد الشيء خصو يكون الاقتصاد الاجتماعي يعني التشغيل بين الفئات سواء هشة أو فئات اللي ضروري ضروري. إذا أنت الناس ديال الصناعة التقليدية يتمعشوا من هاد القضية هذه لأن هاد الشلل وهاد القفة هادو ما عندهمش شي ضرر في البحر. واش عندك شي فكرة قديم كيفاش كانوا كيصنعوهم في العلاش
كاينو كانوا هنا كيتصنعوا، كانوا الناس ديال البوادي كيعدلوا لك القفاف ديال العزف كيجيبوهم هنا كيبيعوهم، كانوا كيشريوهم بحريه، البحريه كلهم كانوا كيهبطوا مولوعين بالقفاف. اذا دابا هاد الظاهره الميكا ولات ماشي في العرائش وانما في الموانئ المغربيه كامله وحتى في الشواطئ، والناس اللي كتطلع البحر حتى هي كتاكل وتسير. اذا هاد الظاهره خطيره وخطيره جدا وكتاثرنا على البيئه البحريه وتلفت كيهجر. نطلبوا الله هادشي يستمر، وحنا كنحيوا هاد الجمعيه النضال على هاد العمل القيم اللي قامت به وكنشكروا الجميع وشكرا. اذا مع التكنولوجيا السيد البحري هو شريك اساسي في هاد المشروع ديال جمعيه نظام الاخضر للحفاظ وحمايه البيئه البحريه. بالنسبه لكم راكبتوا منذ البدايه يعني هذا المشروع هذا، باش ممكن تقول لنا على المشاركه ديالكم اليوم في التوزيع؟ انا ما غاديش نطول، ما غاديش نطول استاذ. كما قلتي على ان مع التكنولوجيا السيد البحري هو شريك، مع التكنولوجيا السيد البحري هو شريك اساسي في جميع العمليات وجميع الدورات التحسيسيه والتكوينيه اللي كتقام هنا في العرائش او لا في المناطق اللي هي قريبه للعرائش للمحافظه على الثروات البحريه السمكيه، باعتبار ان الثروه السمكيه ثروه وطنيه ديال المغاربه كاملين وبالتالي يجب الحفاظ عليها. الاخوان راه قالوا علاش الجمعيه او سواء المعهد ولا جميع الناس كتخدم في المجال ديال البيئه كتهتم بتغيير العقليه. هذا هو اللي مهم، تغيير العقليات نحو الافضل. وبالتالي في الوقت اللي البحري كديميكا الباركو فيها هذاك الكانيت ديال المناضه كلها بلاستيك، فيها جميع واحد الكميه كبيره ديال البلاستيك، من الاحسن رجعوا للثقافه القديمه اللي كان البحري كان الزوجه ديالو والولد ديالو كدير كتعطيه الماكله في واحد القفه ديال الدوم مثلا، طاجين ديال الطين في الخبز دايره في الزيف. هاد المساله كانت ماشي ما كانتش، علاش ما رجعوش ليها؟ وبالتالي ان البحري ما كان كيلوح حتى شي حاجه للبحر. دابا لا، دابا الا شفنا غير البحري شحال كيدي من الجرام ديال البلاستيك ولا ضربنا في عدد البحاره وفي عدد الايام وشوفوا شحال تعطي من المواد الملوثه المواد المدمره للثروه السمكيه. اذا ما كاينش شحال هذا المشكل دابا البحري ملي كيجي كيلقى ما كيلقاش هاد المواد ديال المحافظه على البيئه، يعني ما كاينش اتصال. انا غادي نجاوبك، هو كان كيساهم في هذا يعني الصوره ديال الصور. انا ديما تنقول في الدورات التحسيسيه ديالنا على ان الزبل حشاكم هو ملك ديال هذاك السيد ديال الشخص. لماذا افرض انا هذيك الازبال على الطبيعه؟ علاش غنفرضها؟ بعض الشعوب غيرت العقليه ديال المساله هذه، وبالتالي ملي كيكون عندها واحد شويه ديال الزبل الا ما لقات شي بوبيل ولا ما لقات شي هذا في المنطقه اللي كتوجد فيها كتخليه عندها. وهاد المساله كاينه كتخليه عندها، يا اما تخليه في كارطابل، يا اما في شي ميكا، يا اما في جيب حتى تمشي للدار وتلوحو في البوبيل. العقليه ديال انني ما لقيتش بوبيل هنا، ما لقيتش هذه، راه عقليه خاطئه. لان تلك الكميه بالنسبه لاستعمال الاكياس البلاستيكيه هو دابا اللي كاينه، ولكن بالنسبه للمنتوجات البيئيه بحال هكذا القفات او السلات نتمناو على ان هذه البادله اللي دارت جمعيه النضال الاخضر تعمم جميع يعني جميع التنظيمات المهنيه اللي كتوجد هنا في الميناء ديال العرائش. الهدف هو المحافظه على الثروات السمكيه اللي تاكد على انها ثروه وطنيه يجب الحفاظ عليها. نعم، وكتوصي يعني بالنسبه لهذا الغياب ديال واش يعني في المستقبل يعني تنميه هاد شوف الناس اللي كتحافظ على البحريه هدف بالنسبه للاقتصاد الاجتماعي والتعاونيات اللي كتشتغل. وي هذا دخل كتشتغل يعني ما عندهاش لما لا. دابا هاد الحركه اللي دارت النضال الاخضر ربما يكون عندها واحد الميساج، وانتم الاعلاميين كذلك خص تخدموا على هذه المساله هذه، نعطيو دي ميساج للناس الاخرين باش يهتموا بهاد المنتوجات مثلا اللي كتحافظ على البيئه. هذا دخل فيما يسمى يعني بالانشطه المندمجه. لما لا، هناك منتوجات كتهتم بالمحافظه على الثروات البحريه كيصابوا مثلا مجموعه ديال التعاونات ومجموعه ديال الجمعيات النسائيه مثلا ولا رجاليه ولا اخره، وبالتالي يوقع هذاك التوافق ما بين جميع الافراد المجتمع للغايه كما قلت لك هو المحافظه على الثروات البحريه. نوبر
خيتي راسك في الشطره هاجي نورتين 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 الرواس كيكونوا موسخين عندنا وما كاينش اللي يغسلهم هذه تبقى نظيفه فيها الحليب فيها رايبيه فيها داكشي ديال القشور الحيه دائما كانوا كيستعملوا المنتوجات المحليه بالاخص بالنسبه للقفات ديال العزف اللي كانوا كيستعملوا البحريه يعني كتشوف ان هذوك من الناحيه التقليديه هذوك باقيين دابا شي اصول عندها باقي عندك الناس كيحافظوا على داك التقاليد فين الموجوده يعني فين موجوده وما بقاش صناعات ما كاينش التعاونيات اللي بقات كتنتج المنتوجات هذه كاين شي ناس كيديروا الصناعه التقليديه باقيين كيعدلوها بيدهم هذيك المنتوجات نعم ولكن ديال دابا كيرميو السبل في البحر دابا ولكن الثمن يعني ديالها اللي غاليه هو اللي كيجعل البحريه ما يستعملوهاش داكشي على حسب انها غير موجوده شنو هو الاسباب اللي باش البحريه يعني كيستعملوا الاخلاق داكشي في الاخلاق كاين بنادم اللي مربي كيرمي السبل في الميكا واخا ما يكونش عنده ديك السله كيديروا في الميكا وما يفطروا السبل كاين اللي كتقول عنده ديك السله واخا يطلع عنده ديك السله يرمي في البحر داكشي على حسب الدور ديالكم نتوما باش يمكن تساهموا تنتوا في التوعيه باش البحريه يبقاو يستعملوا هذه القفات اللي هي تقليديه وبنفس الوقت كاين كيشغلوا منها بزاف ديال الناس اخص كانوا كيخدموا حتى هاد المنتوجات البيئيه الاقصاب والعزاف وبزاف ديال المواد كانوا كيحولوهم كيصنعوا منهم كانوا حتى هما كيديروا مصدر ديال الدخل وكيعيشوا به هو كنساهموا يعني الدور ديالنا هو نشجعوا دابا الطاقم البحري والطاقم البيع والشراي لان هاد السله هادي غنديروا فيها الزبل ونحافظوا على البيئه ديالنا ونحافظوا على البحر ديالنا هادشي اللي كاين تبارك الله عليكم الصديق نشار جمعيه مدينتي اللي كنخدموا فواحد عمليه التوافق مع الاخوان اللي هما كيشتغلوا في هذا الاطار هذا البرنامج مشاركه مواطنه اللي هو ممول من طرف الاتحاد الاوروبي واللي كيعمل على التنزيل ديالو لينوبس وحنا متفقين على انه جميع الانشطه ديال الجمعيات هذه نحضروا فيها وندعموهم فهو دعم معنوي اكثر من دعم مادي شكرا وجمعيه النضال الاخضر يعني ارسلت رساله او عباره عن توصيه هو استعمال هذه المواد الصديقه للبيئه مواد استعمال المنتوجات يعني التقليديه خاصة كاين تعاونيات كاين ناس كانوا كيشوفوا من هذه المواد انتم بالنسبه لكم تضافر الجهود ديالكم في المستقبل واش يمكن تساهموا يعني باش تكون واحد العمل تشاركي من اجل الصناعات هذه بطبيعه الحال هذا ما يمكن الا ندعموا هذه العمليات بحال هادو العمليه الصناعيه غير هو كنا كنسموها الصناعه التقليديه ولكن دابا ولات يعني الصناعات الاقتصاد الاجتماعي الاقتصاد البديل اللي كيحول المنتجات المجاليه يعني القصاب بالضبط فحنا ما علينا ما يمكن الا ندعموا المبادرات بحال هذه غير كيبقى الاختصاص ديال النوع ديال دابا حنا ما عندناش اختصاص بيئي هو عنده توجه بيئي حنا عندنا توجه اخر فكنشتغل ولكن كنشتغلوا في واحد التناسق واحد التناغم مع السيلفرتوتي وحضرت له جميع الانشطه اللي قام بها وهذا دليل على انه كاين انسجام وكاين فين بجميع مكونات ديال هذا البرنامج ديال المشاركه الروبيو منسق ديال جمعيه الرفق بالحيوان القصر الكبير حنا جينا هنايا كندعموا هذا النضال الاخضر لاننا كنامنوا بواحد الحاجه اللي سميتها البيئه واللي هي كتدخل في صميم ديال الجمعيه ديالنا اللي هي جمعيه الرفق بالحيوان والنضال الاخضر حنا من ضمن المؤسسين ديالو من هذه شي 7 سنين وحنايا كنراكموا هذه التجربه هذه وكانت تجربه جيده اننا في النشاط الاخير كنا جمعنا بزاف ديال الازبال من قاع الواد اللي كيتلاقى مع البحر ديال العرائش ودابا كنفرقوا على 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 الصيادين الأزبال وكنعطيهم واحد القفة باش يرفدوا الماكلة ديالهم باش ما يبقاوش يرميو الأزبال في البحر وتحية نعم استعمال هاد القفات يعني كانوا قديم حتى في القصر وجود الناس اللي كيصنعوا هاد القفات نعم هو يادي كتدخل في الصناعة التقليدية وأننا كندعموا الصناعة التقليدية وكتشي بيئي هادشي من صميم البيئة يعني حتى الصناعة التقليدية راه الناس هنا صحاب السلالين ديال القصر الكبير كلاو شي شويه صنعوا لنا شويه السلال كاينه الناس اللي هما صنعوا لنا القفات وكندعموا الصناعه التقليديه ديال المنطقه وفي نفس الوقت كنحافظوا على البيئه وشكرا اللي كيقوموا
بدعم النضال الاخضر من داخل الوطن وخارج الوطن. اذا الروبيو من جمعية الرفق بالحيوان. شكرا. هاد القفوات هادو جات من جمعية التعاونية ديال شي قامت في المدينة. عملية يعني متتابعة لمجموعة ديال العمليات اللي كتقوم بها جمعية النضال الأخضر على حسب الملاحظة ديالنا، حيث قامت بأنشطة قبل هاد الشيء هذا وهاد مجال بحري يعني كيشمل واحد المجموعه ديال الموارد البشريه، بحيث ان كيعرف واحد يعني نوع تلوث خاص اللي هو كيتماشى مع التقدم الصناعي، بحيث ان البحري ان لما كيمشي يعني قوت العمل ديالو طبعا اللي كيدي معاه واحد المجموعه ديال المواد. الاسئله اللي كتبادر للدين هو ان هذا انقراض هذا استعمال المواد الصديقه للبيئه بالاخص تثمين المنتوجات التقليديه او ما يسمى بالاقتصاد الاجتماعي. نعم. ويعني كلو استعملوا يعني اكياس اللي هي كتضر البيئه. نعم. يعني شنو هي اللي يمكن الرساله اللي يمكن نوجهها للمسؤولين او الجهات اللي خصها تعاود النظر في هاد السياسه ديال اللي غادي نبيع. هو 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 في الحقيقه كيخصنا نمشيو في اتجاه الاقتصاد الاخضر والتعامل مع البيئه ما نملكه من 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 امكانيات وكذا الى اخره. انا اللي عندي واحد الرساله مفتوحه خاصه جمعيه النضال الاخضر اللي عملت هذه البادره، وهي كيخصها التتبع هاد سميتو، بحيث الى اقتضى الحال مثلا هاد القفاف وديكشي يعني شنو المآل ديالهم مثلا الى كان بحال دابا مثلا من ستة اشهر كيخصهم يكون عندهم واحد الدعم يمكن يبدله يمكن يغيره يمكن او الى اقتضى الحال يمكن تغير باحسن منها، لان حقيقه ان هاد مما الصنع ديالها هو من صديق البيئه، لانه هو عباره عن خب او كذا الى اخره، الخب والدوم والقصب ولكن يعني والسمار داك السمار. نعم. مآله الاندثار، يعني غادي يندثر. اذا كان كيخص التفكير مثلا واحد ستة اشهر بان يتغير هذا الشيء هذا، وبما ان الجمعيه ديال النضال هي اللي كانت يعني واعر جاو هاد التنميه هادي نقاونا الدنيا، دابا الدنيا ولات واعره والله خلف عليهم، الله يرحم ولادنا السلطه المحليه، دابا الدنيا نقية كما أنجلها. فكرة على قفات قديم كيفاش كانوا كيستعملوا البحرية، قفات اللي كانوا؟ كانوا والو، كانوا عند الحق هادشي دابا اللي هدر على حسب هاد قفات ديال البحرية كان كشي قليل، دابا الحمد لله جابوا قفة وجابوا قفة صغيرة وقفة كبيرة.